من فداکارم، مرد پیکارم، با شما ای حامیان سنگر اسلام، با شما ای حامیان سنگر قرآن. یا شهادت، صبح آزادی از شفق پیداست، صبح آزادی از شفق پیداست. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم وبارك إلى يوم الدين. في هذه الحلقة سوف أتطرق إلى إرهاصات أو المقدمات التي كانت هي السبب في تأسيس مكتب الخدمات. فكما قلت، يعني أنا جئت بهذا التقرير من داخل أفغانستان، وكان هناك أيضا مجموعة من العرب الآخرين الذين ذهبوا في قوافل أخرى، أيضا ذهبوا إلى مناطق أخرى، وتقريبا شبه رجعوا بنفس التقارير متفاوتة بشيء قال تزيد أو تقل، ولكن حددت ميزان القوة على الأرض. يعني وانت في بيشاور لا يمكن أن تسمع ببعض الأسماء الكبيرة في داخل أفغانستان التي كانت تطحن يوميا في المعارك ضد الروس، يعني في الشمال، في الغرب، في الشرق. فهذه كما قلت، قال الشيخ عبد الله رحمة الله عليه، إذن لابد أن يستقل العرب في خدمتهم للجهاد، ومن هنا جاءت فكرة مكتب الخدمات. وكما أشار الشيخ رحمة الله عليه في بعض اللقاءات، تلاحظون كلمة خدمات، أي بمعنى كان يقول نحن خدم لهذا الجهاد، أي بمعنى جئنا لنخدم المجاهدين. ولكن فقط تأسيس مكتب الخدمات تنظيم هذه الخدمة، لأنه الشعب الأفغاني كغيره من الشعوب ربما في هناك تعصب ممكن جهوي، قد يكون نعم، قد تعصب، قد يكون فيه ربما تعصب عرقي، نعم ممكن يكون فيه، قد يكون فيه تعصب حزبي، نعم ممكن يكون فيه. وكما قلت في الحلقة الماضية، أثبتت لنا الأيام بعد 20-30 سنة أن هذه كلها عيوب موجودة في مجتمعاتنا، فقط لأنها كانت محكومة بديكتاتور واحد كانت الأمور مخفية. لكن أول ما أزيحت قبضة الطاغية وقبضة الدكتاتور والقبضة الأمنية، بدأت القناعات الفكرية والقناعات التاريخية والقناعات السياسية بدأت تظهر. لعلكم تلاحظون الآن، هاي ليبيا قدامنا، هاي العراق، هاي سوريا، قبلها مناطق أخرى. فبالتالي كانت تكبيرة على عند العالم الإسلامي كيف الأفغان يكون عندهم تعددية. فالشيخ عبد الله رحمة الله عليه هو مبكرا بذلك الوقت أدرك هذه الفوارق الاجتماعية، رغم توحيد الله، يعني توحيدهم على الإسلام والدين والقرآن والجهاد، إلا أنه كما قلت يبقى فيه بعض الفوارق. الشيخ عبد الله رحمة الله عليه هذه الفوارق لم يرد للعرب أن يكونوا ضحايا لهذه الفوارق. يعني بمعنى إذا كان فيه مجموعة مع الحزب الإسلامي سوف تنطلق في خدمة الجهاد الأفغاني على أن الحزب الإسلامي هو الحق المطلق وغيره هو الباطل المطلق، واللي كان مع الجمعية ربما أيضا سيتأثر بالجمعية، واللي كان مع الاتحاد، واللي كان مع خالص، واللي كان مع محمد نبي مثل على قلتهم يعني. فالشيخ عبد الله أراد أن يكون العرب خارج هذه التأثيرات، أنتم جئتم لخدمة الأفغان، وهنا أصر على الخدمة. الخدمة بمعنى ما جئتم هنا لتقولوا للأفغان افعلوا أو لا تفعلوا، فاوضوا أو لا تفاوضوا، افتحوا مكاتب في أوروبا أو لا تفتحوا مكاتب في أوروبا، خذوا ستينجر أو لا تأخذوا ستينجر. هذه من القرارات السيادية السياسية، يعني كل هذه الجوانب
القرار فيها كان متعلقا فقط بالأفغان. والعرب يقول الشيخ عبد الله رحمة الله عليه: مكتب خدمات المجاهدين، كل من يجاهد في سبيل الله لتحرير أفغانستان من الغاصب الدب الأحمر فنحن في خدمته، في خدمته أن نوصل له الحذاء أو نوصل له البطانية أو نوصل له الدواء أو نوصل له الفلوس إذا كان عندنا فلوس، وقد توفرت أحيانا على قلتها، وقد أيضا نبعث للقائد هذا مجاهد يقاتل بجنبه، يعلم إلى جانبه، يرشد إلى جانبه، لكن في النهاية هو في خدمته. لكن مع كل أسف هذا المبدأ، وسأعود إلى هذا عندما نصل إلى 89 88، هذا المبدأ انحرف عندما تأسست القاعدة. القاعدة يعني مبدأ النصرة، كان مبدأ النصرة كما أرساه الشيخ عبد الله حسن رحمة الله عليه، كان مبدأ النصرة على شروط من يطلب هذه النصرة. يعني بمعنى أنت ذهبت لخدمة سياف أو حكمة يار أو رباني أو غيره، فانتظر هو يحدد لك هذه الخدمة. وبالتالي كان طرحت في كثير من الأحيان، كان فيه تمثيليات غربية في بيشاور، تمثيليات غربية في إسلام آباد، كان فيه تمثيليات للأحزاب الإسلامية. أنا أعرف ممثلي الأحزاب كلهم اللي كان في باريس، سواء أنت حكمة يار ولا أنت رباني، واللي كان في لندن واللي كان في أمريكا، وما زلت أعرفهم إلى يومنا هذا باسم الحزب الإسلامي، يتصلون بالجالية الإسلامية أو يعبروا عن مطالب الحزب هناك أو ينظمون علاقات إسلامية وغير إسلامية. هذه لا دخل للعربي فيها أن يقول للحزب الإسلامي أو الجمعية يجوز لك أو لا يجوز لك، لا يجوز لك، لماذا فعلت؟ كانت فكرة طرحت على مستوى السياسة أنه يعود ظاهر شاه أو لا يعود، طرح مؤتمر جنيف، طرح التفاوض المباشر مع الروس من عدمه، طرحت كثير من المبادرات السياسية على مستوى أعلى، لكن العرب لم يكونوا هم من يقول نعم أو لا، لأن ثقتهم في الأفغان وقيادة الجهاد الأفغاني خلاص نحن جئنا لخدمتكم بما نستطيع، فأنتم أدرى، لأنه لا يمكن أن تكون شيخ عبد الله عزام ولا أسامة بن لادن ولا عبد الله أنس ولا أبو الحسن المدني ولا أبو حذيفة ولا أبو أكرم، يعني هؤلاء من لا يمكن أن تكون أنت أحرص على مصلحة أفغانستان من أصحاب الشأن. يعني إذا أنت ذهبت إلى أفغانستان لتقاتل لتحرر أفغانستان من الروس، فالأفغاني بالإضافة إلى هذا الواجب فهو عنده واجبان آخران أكثر منك يجعلهم مسؤول أكثر منك، اللي هو إنما يدافع لتحرير أرضه من الروس، ويدافع عن عرضه، ويدافع عن أرضه وعن ماله، يعني الواجبات اللي عليه أكثر منك، وبالتالي ريح نفسك، لن تكون أنت أحرص منه على أرضه وعرضه ودينه ووطنه. فهذه الثقة الشيخ عبد الله من أول يوم قال نحن جئنا لخدمتكم، وبقي هناك اسم مكتب الخدمات، لا ينازع الأمر أهله، لا يتأمر عليهم في ديارهم. وهذا كما قلت الانحراف الذي تسببت فيه القاعدة لاحقا، أي عندما ذهبت لنصرة إخوانها في مناطق أخرى ذهبوا كأمراء، أصبح لهم الإنترنت نتاعهم الخاص وجبهتهم الخاصة وعلاقاتهم الخاصة، وليس بالضرورة مرتبطين بما يريده أهل البلد في تلك في ذلك الجهاد، وسأعود إلى هذا بالتفصيل لاحقا. فكانت هذه السياسة التي بني على أساسها مكتب الخدمات. وكما أشرت في الحلقة الماضية، لا يعني كون ربما الشيخ سياف كرئيس للاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان، وكانت وإلى بالأمس الاتحاد كان هو الشرعية وهو البوابة الوحيدة للدخول إلى خدمة الجهاد الأفغاني، مع هذا التعديل نعم للاتحاد، ولكن الاتحاد هو مظلة موجودة في بيشاور، ليس بالضرورة الاتحاد هو منتشر في أفغانستان. يعني
انجينير احمد شاه مسعود، جلال الدين حقاني، اسماعيل خان في هيرات، عبد الصبور فريد في باروان كابيسا، انجينير بشير في تخار، اكرام الدين، كل هذه القيادات الكبار. طبعا يا اخوه انا اذكر اسماء كبيره جدا جدا ايام الجهاد ضد الروس. فليس بالضرورة الاتحاد الإسلامي هو الذي يمون أو يدير أو يأمر هؤلاء هذه القيادات. وبالتالي كون الشيخ عبد الله اتخذ هذا القرار في أن يكون للعرب مكتب يجمعهم حتى ينظم علاقتهم المتساوية مع باقي الأفغان، هذا أبدا لم يؤدي إلى القطيعة بين الشيخ عبد الله وبين الشيخ سياف. والشيخ عبد الله استمر يعني في خدمة الشيخ سياف، وأعلى درجات الود والحب، وحتى عندما كان يدرس في جامعات الجهاد اللي كانت تحت إمرة الشيخ سياف، عندما كان في المعسكرات. يعني كون هذا الخيار انتهى، تأسيس مكتب الخدمات لم يقطع العلاقة أبدا، واستمر الود وكذا، إلا أنه أضيف إليها بعد آخر، اعتبار آخر، ميزان آخر في التعامل مع الجهاد الأفغاني. فهذا المطلب الأول. فقال الشيخ عبد الله رحمة الله عليه: تذهب معي إلى الحج. والحج أظن كان مازال بقي على الحج شهرين ونص. فأنا قلت له: أنا وعدت مولوي عالم وأني أعود أذهب إلى بيشاور وأرفع لك هذا التقرير وأعود إليه إذا استطعت بالحاجات التي الأمور التي طلبها مني. فإذا قدرت أني أجيب يعني نوعية معينة من العرب وأخذ معي بعض الأطباء، وإذا استطعت فهذا يكون جيد على الأقل، يعني أنا وعدت المولوي عالم، هما في انتظاري. فقال: لا بأس، ما زال أمامنا الحج شهرين، شوف يعني إخوانك. وبدأت أطوف على بعض المؤسسات، وأعطاني رسالة قال: لو تزور صالح الضيف، واحد كان هناك اسمه سعودي رسمي، كان هو مدير الهلال الأحمر السعودي في بيشاور، وتقول له يعني: نحن سنذهب إلى داخل أفغانستان، وإذا عندكم أي مواد عينية، لأنه كان فيه إشكالية طرحت في بيشاور، بعض الأوقات المكاتب الأفغان اللي كانت في بيشاور ليس بالضرورة كل الذين كانوا على رأسها أمناء، أنت تعرف يعني قد تسوء وقد تتغير أخلاق الناس وتتأثر أمانتهم وتتأثر يعني عهودهم ويتأثر وفاؤهم ربما للفقر أو للحاجة أو كذا. كان بعض الأوقات يعطى بعض النصيب من بعض التبرعات العينية كالبطانيات أو بعض الألبسة أو بعض الأطعمة كذا، فكان يكتشف بعد ذلك أنها تباع هناك في الأسواق في داخل بيشاور. فهذا يعني حرم الناس الذين هم بحاجة إليها في داخل أفغانستان، يعني الجبهات. فقال: اذهب إليه وقل له نحن أصلا. والشيخ هذا رحمة الله عليه أيضا كرر هذا الكلام في أكثر من مناسبة، قال: هؤلاء الإخوة العرب، المؤسسات الرسمية اللي موجودة هناك، هؤلاء جاءوا لأفغانستان للاستشهاد وجاءوا للجهاد، فهم سيدخلون إلى أعماق أفغانستان ويتحملون المخاطر، وقد يعودون وقد لا يعودون. وقد حصل الذين ذهبوا في القوافل جزء منهم من الأفغان ومن العرب لم يعودوا، فهم ذاهبون بكم وبدونكم. فبدل أن تبقى هذه العينات مكدسة هنا في بيشاور في المخازن، فهؤلاء ما جاءوا للتجارة ولا يبيعونها في بيشاور في الأسواق، سيدخلونها إلى من يستحقها في داخل أفغانستان. فتكلمت مع المدير العام للهلال الأحمر السعودي في بيشاور، و طلب من واحد من العمال الأفغان المرافق في المكتب عنده في مكتب الهلال الأحمر السعودي في بيشاور، قال له: ممكن ترافق الأخ الجزائري سيذهب إلى مزار شريف وتفتح له المخازن. لما فتح لي المخازن يعني الألبسة والبطانيات مكدسة بآلاف آلاف الآلاف المؤلفة. لماذا؟ لأنه لهم قادرين يعطوها للمؤسسات اللي في بيشاور لأنه بدأت تنباع، ولهم جاءوا من ديارهم، يعني واحد موظف رسمي في الهلال الأحمر السعودي أو الإماراتي أو القطري
أو حتى لأنه هذه هي المؤسسات شبه الرسمية اللي كانت موجودة أكثر. يعني لا أذكر أنه كان فيه هلال أحمر جزائري أو مغربي أو تونسي أو مصري أو كذا. عموما كان الهلال الأحمر الكويتي، الهلال الأحمر السعودي، الهلال الأحمر الإماراتي، القطري، لا أظن على مستوى الهلال، وإنما على مستوى بعض المؤسسات الأقل يعني من حجم الهلال. فهؤلاء هذا هم رسميون، هذا ما جال يعني مليح منه ومشكور مئة شكر كونه قبل أنه يقبل العقد يجي يشتغل في بيشاور. يعني بيشاور قد يكون فيها مخاطر، بل مدينة مش المدينة اللي أنت ماكش متعاقد راح تصير مدير الهلال في جنيف ولا في فيينا، يعني في بيشاور، وما أدراك ما بيشاور يعني. فكونه قبل أن يأتي إلى بيشاور ويكون مدير هناك، هذا يدل على بذرة خير موجودة فيه، أنه حاب يكون قريب من المجاهدين أو قريب من الأفغان أو قريب من المهاجرين في مخيماتهم وكذا. فإذا هي بوزيتيف، يعني هي إيجابية وليست منقصة. لكن في النهاية هذا مش معناه أني جيت أنا حتى أدخل يعني مدير الهلال الأحمر السعودي عندما وقع عقده في الرياض. فكون الإنسان يقبل يصير مدير مؤسسة رسمية لبلده في بيشاور، هذا بحد ذاته يدل على بذرة خير في هذا الإنسان. لكن هذا مش معنى أني جيت أن أجاهد في أفغانستان أو أموت أو أدخل إلى أفغانستان أروح على أقدامي إلى مزار شريف أو هيرات أو تخار أو قندز وممكن أموت في الطريق وكذا. لا، ما جيش أنا من أجل هذا. بالتالي كان في إشكالية، إذا أعطيناها لبعض المكاتب تنباع في بيشاور، ندخلها نحن بأنفسنا إلى داخل أفغانستان، لا، نحن ما جئنا من كأن لسان حالهم يقول هكذا لأنهم رسميون، ما جئنا لهذا لأفغانستان. فكان مكتب الخدمات وهؤلاء المتطوعون العرب هم اللي حلوا، يعني ملأوا هذا الفراغ، حلوا هذا الإشكال. قال يا أخي، فالشيخ عبد الله كان يقول هؤلاء جاءوا للجهاد وللاستشهاد، يعني ذاهبون بكم وبدونكم. فأذكر فتح للمخازن، أذكر الهلال الأحمر السعودي كان، فأخذ مجموعة لا بأس بها، وكان رجل فاضل أيضا تعاون معنا وعطاني أيضا، كان واحد الدكتور عبد القدوس من جلال أباد، أرجو الله أن يحفظه إذا كان حي وأن يرحمه إن كان من أهل الآخرة. فأيضا كان رجل فاضل وكان يعني محل ثقة، لأنه أفغاني وأمين، فكان محل ثقة صالح الضيف، فتساعد معي أكثر. فأخذنا صرت نجمع الأمور هذه وأعود. أيضا من بين الأمور قيل لي أن هناك دكتور ليبي وصل، دكتور الليبي كان يدرس هنا في مانشستر، خلص طب، دكتور صالح الليبي رحمة الله عليه. وطبعا لي قصة مع الدكتور الليبي، من أفضل الناس الذين رأيتهم في حياتي وأطيبهم. فقلت له دكتور صالح، أنا جئت من مزار شريف، قضيت عندهم يعني شهور، ورأيت هناك مؤسسة أطباء بلا حدود وشغالين مع الأفغان صار لهم من بداية الجهاد، وهذا حز في نفسي. يعني المفروض نحن، يعني هذو إخوتنا. وطبعا يعني ردت فعلي في ذلك الوقت على هذه المؤسسة الغربية، بعدين أدركت أنه ما كانش لازم يكون هذاك يعني ردت الفعل بهذه الطريقة، لأنه كون غير مسلم ومحايد وبريء وما عندوش أجندة سياسية، كونه غير مسلم يجي يخدم المسلم في أزماته، هذه ما منهى عنها لا الله ولا الرسول ولا الدين ولا الإسلام. لكن كما قلت، احنا جايين بأدبيات، مشحونين بأدبيات معينة وبفهم معين، والعالم بالنسبة لنا يساوي يعني بلاك اند وايت، يعني أبيض أو أسود وكذا. فالإنسان من خلال هذا الفهم يتصرف مع الغير. فأنا غضبت غضبا شديدا، بعدين تبين أنه لا بأس بذلك، خليه يخدمه. فالأفغان كانوا سابقيننا، في مولوي عالم كان سابقني في الفهم هذا. فقلت له، لكن يحز في النفس، أنا أول عربي الآن، أنا والإخوة أبو أسيد وأبو فضل الرحمن، بعد ربع سنين وهذه السنة الخامسة للجهاد الأفغاني المبارك من اللي انطلق، أول عرب نصل إلى شمال أفغانستان. تخيل أنت سابقيننا هذا بربع سنين، ألا يحز في النفس هذا؟ فبالتالي أنا إذا ما عندكش التزامات وما عندكش ارتباطات، تذهب معي
إلى مزار شريف حتى يعني تقدم خدماتك لإخوانك. المهم بالنسبة للدكتور صالح كانت هذه نقلة كبيرة، يعني أنا أذهب جاي لبشاور، وين هذه مزار شريف وكم سأبقى في الطريق وكذا، يعني صعاب. المهم بعد جلستين ثلاث الدكتور عبد اللطيف الدكتور صالح الله يرحمه ويوسع عليه، استشهد في عملية جلال أباد، قال لي خلاص أعطيك كلمتي أمشي معك إن شاء الله. وحمدت الله قلت ها الحمد لله، يعني لا أعود الآن يعني صفر اليدين، معي دكتور يعني الآن. بدأت أبحث على واحد ثاني، وقدرا التقيت أيضا بطبيب ثاني الدكتور عبد الظاهر مصري. دكتور عبد الظاهر كان من رسميا إخوان مسلمين، وبعدها يعني فهمت لاحقا أنه كان فيه اتفاق بين جماعة الإخوة المسلمين أو نقابة الأطباء مع الحكومة المصرية أنهم لا بأس يذهبون لخدمة الجرحى، يخدمون كأطباء ليس كمقاتلين. فهذا الدكتور عبد الظاهر أرجو الله أن يحفظه إن كان حيا أن يكتب له الخير، كان رسميا جاي لخدمة الأفغان بناء على هذا الاتفاق مع الحكومة المصرية. حتى أنا فوجئت وإحنا ماشيين في القافلة في داخل أفغانستان، وأنت تعلم يعني فيها مخاطر، ممكن نتعرض إلى كمائن من منافقين أو من شيوعيين أو من الروس أو قطع طرق، ما تدري. كما قلت لاحقا أنت في أفغانستان تتعامل مع الموت من عدة أبوابه. فيا دكتور عبد الظاهر على الأقل خلي معك كلاشينكوف حتى يعني إذا كان لا سمح الله ساءت الأمور وكذا لا تتعرض إلى الأسر، يعني لا تؤسر. وكانت تعتبر غنيمة كبيرة كبيرة، كان الروس وحكومة بابرا كارمل في ذلك الوقت كان هدفهم أو همهم كيف يأسرون عربي واحد أو واحد أجنبي حتى يقولون للأفغان ويجيبوه يتكلم في التلفزيون أن هذه المعركة يقودها أجانب، ويتهموننا أن جاءنا الروس يقاتلون وهم أجانب وهم أيضا معهم أجانب. كان فيه بروباغندا من الحزبين الشيوعيين، وكما يعلم المشاهد يعني الذين يعني أقدموا على استدعاء الروس هم يعني الحزبان الشيوعيان المتنافسان مع بعضهما على السلطة، اللي هو حزب برشم، وتعني كلمة برشم بالعربية يعني العالم، وحزب خلق اللي هي حزب الشعب يعني بمعنى الشعب. فالاستدعاء من الشيوعيين استدعوا الروس وجاءوا، فكانوا حابين يقولوا مش احنا اللي جبنا الروس، بس حتى الحركة الإسلامية أو ما كان يصطلح عليه ذلك الوقت إخوانها، يعني الإخوان الإخوانجية، وهذا المصطلح كان دارج ليس فقط في أفغانستان، دارج في بلاد كثيرة، في مصر، في تونس، في القذافي اللي كان يسمي الزنادقة، يعني هذا المصطلح اللي يعنى بالإسلاميين، يعني كان حتى اللي كان في أفغانستان يقول عنه الإخوانها. فكان يعني مناهم أن يأسروا عربي أو أي واحد من خارج أفغانستان مسلح. فقلت له حتى لا تتعرض إلى الأسر. لا، قال إحنا عندنا اتفاق أننا لا نمس السلاح ولا نتدرب، فقط جئنا لخدمة المجاهدين أو المهاجرين خدمة طبية. فأنا استغربت، يعني سبحان الله ملتزم، وين القاهرة وين وسط أفغانستان وما زال ملتزم بهذا العهد. المهم بعد الدكتور صالح أيضا أبحث من هنا من هنا، وجدت ثاني طبيب ثاني في بشاور اسمه الدكتور عبد الظاهر. يا دكتور عبد الظاهر الله يهديك وكذا وربي يوفقكم إن شاء الله، وشوف كيف يعني أفغانستان وإخواننا وأول طبيب يصل وأنت وكذا. المهم جلستين ثلاثة أربعة نقدم له يعني في البرزنتيشن في العروض اللي عندي أحسن ما أملك يعني من حسن التعبير. في النهاية شرح الله صدره، طبعا هو أصلا موجود في خدمة الجهاد وموجود في خدمة المجاهدين، لكن الصعوبة في أن تنقله إلى مزار شريف، يعني هنا الصعوبة اللي تحتاج إلى شوية تفكير، يعني القرار ليس بهذه السهولة، لأنك إذا ذهبت هناك يعني كان الفرق بين الإخوة الذين يترددون على الجبهات في الحدود، يعني كانت مش مشكلة، يعني تستطيع أن تتخذ قرارك اليوم الساعة السابعة صباحا، الثامنة صباحا، الساعة السادسة عصرا، خامسة ممكن تكون في الجبهات الحدودية في داخل أفغانستان، تيري منقل وجاجي وحدود جلال أباد
يعني تورخم، يعني تقدر توصل في يوم واحد وبعدين تبات واليوم الثاني ممكن ترجع بسهولة. لكن احنا نتكلم عن جبهات، لا، انت اولا حتى توصل لها تحتاج شهر وشهر ونص مع كل المخاطر اللي ذكرناها، وما فيش طرقات سيارات، فانت فقط اما على الاقدام او على الدواب، فقرار مش سهل. واذا وصلت هناك ونزلت الثلوج ايضا ما تقدرش بعد شهر شهرين ترجع، لازم تستنى حتى تبدأ تذوب الثلوج وتعود، فأنت تتكلم على 6-7 شهور يعني على أقل تقدير. فمعناه أنا متصور يعني الدكتور صالح ولا دكتور عبد الظاهر ولا أي واحد غيره، قرار ليس سهل باش تذهب المزار شريف أو تذهب البنشير أو تخار أو قندوز أو هذه المناطق البعيدة. فصار الدكتور عبد الظاهر شرح الله صدره، قال أيضا أنا أمشي عاك. أنا صرت يعني في منتهى السعادة، الآن عندي طبيبان، توفرا طبيبان الحمد لله، سيذهبون معي مع شوية مواد عينية وكذا، وبدأنا نجمع وأنا لازلت أجمع. فحصل حضر وقت الحج، فقال الشيخ عبد الله إذن ابقى على اتفاقك مع إخوانك، ولكن احنا ستذهب معي إلى الحج هذه السنة. هنا قلت للشيخ عبد الله أنا وعدت الناس وأعود إليهم وأنا حجيت الفريضة. قال يعني ربما قد تكون مفيدة، يعني شهادة حية من أداء العرب الذي بدأ الآن يلامس القضية ملامسة مباشرة في داخل أفغانستان، فقد يكون يعني مؤثر وقد يكون إيجابي أن يسمعه الناس في فتذهب يعني لا بأس تذهب معي كلها يعني 2-3 أسابيع ونعود. فطيب لا بأس، فذهبت مع الشيخ عبد الله. وطبعا يعني هنا الشيخ عبد الله كان القرار كان سريع يعني جدا، والحج قريب يتوقف بعد 2-3 أسابيع تتوقف، فقال تذهب إلى أبي مازن. وأنا أول مرة أتعرف على أبي مازن. أبو مازن هو العقيد الذي كان مكلف بالتنسيق في الجهاد الأفغاني والسفارة السعودية. وإلى الحلقة القادمة ألقاكم إن شاء الله. من فدا كارم مرد بيكارم با شما أي حاميان سنگر إسلام با شما أي حاميان سنگر قرآن يا شهادت صبح آزادی از شفق پیداست، صبح آزادی از شفق پیداست.